وفي مصر أحيى اتحاد المحامين العرب الذكرى 40 ليوم الأرض الفلسطيني بفعالية شارك بها عدد كبير من المهتمين بالشأن الفلسطيني. المشاركون أكدوا أهمية دعم الشعب الفلسطيني في نضاله ضد المحتل الصهيوني. باتحاد المحامين العرب نظمت لجنة فلسطين ومقاومة التطبيع مؤتمرا إحياء للذكرى 40 ليوم الأرض الفلسطيني بمشاركة نخبة من أساسة العرب وسفراء فلسطين، الذين أكدوا على أنها ليست مجرد ذكرى سنوية بل معركة متجددة وحرب متواصلة لاستعادة الحق الفلسطيني. يوم الأرض هو بمثابة اليوم العربي وليس الفلسطيني، لأننا كلنا مطالبين بتحرير هذه الأرض التي اغتصبت من الكيان الصهيوني وممن ساعدوهم على اغتصابها. نحن في يوم أو يوم للأرض ممتد منذ ما قبل عام 48 وأثناء مرحلة الجولة العربية الإسرائيلية، جولة الحرب العربية الإسرائيلية الأولى عام 48 وإلى هذه الساعة نحن في نضال مستمر ضد الغزو الصهيوني للأرض العربية. الوحدة الفلسطينية ثم العربية هي السبيل لتغيير ميزان القوى لصالح الدولة الفلسطينية بجانب المقاومة التي لم تعد خيارا، هو ما تردد على ألسنة الحضور لاسترداد الحق الفلسطيني بعد أن نددوا بالمنظمات الدولية التي تكيل بمكيالين وتغض الطرف عن الانتهاكات الصهيونية. الأرض لن تعاد وتستعاد إلا بوحدة الصف الفلسطيني. وتأتي الذكرى 40 ليوم الأرض الفلسطيني هذا العام بعد قرار الاحتلال لإعلان مشاريع استيطانية كبرى تنسف ما يسمى حل الدولتين، وسط نداءات بدعم عربي كامل لكبح غطرسة الاحتلال وسرقته للأراضي الفلسطينية. اتحاداتنا، برلماناتنا، نقاباتنا، أحزابنا تجتمع وتعطي تأييدا سياسيا وتأييدا ماليا. الشعب الفلسطيني خسر كل شيء. 40 عاما على انتفاضة يوم الأرض الفلسطيني ولا يزال الشعار مرفوعا لا تنازل أو تراجع عن الأرض أو الحق الفلسطيني، وسيظل. ألا رجائي من قلب اتحاد المحامين العرب بالقاهرة لتلفزيون الكوت.